بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا لقاءنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم. ثم أقول وبالله التوفيق، مواصلة لمحاولة تفسيري وشرحي التقوى التي جعلها الله سبحانه وتعالى هدفا رئيسيا وأساسيا يرمي إليه الصائم من صومه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورأينا أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شرح أو فسر كلمة التقوى بقوله رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الآن هذه التقوى التي هي أمر أساسي أمرنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم في كثير من المواضع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله ما استطعتم. هذه التقوى ما هو مجالها؟ أين يتقي المؤمن ربه؟ في مكان معين، في داره برا، في المسجد وكهو، في خدمته وكهو، في بلاد وكهو؟ لا، التقوى في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى معك حيثما كنت. ولذلك ماذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه؟ اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي وضعية، في بلدك، خارج بلدك، وأنت في السيارة، وأنت في الطائرة، وأنت في القطار، وأنت في العمل، وأنت في النزهة. اتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، مش في الجامعة برا. ثم برشا من الناس في الجامعة تلقاه بأتم معنى الكلمة مؤمن، خشوع وخضوع واطمئنان وصلاة بأتم معنى الكلمة، خرج من الجامعة ادى الفرض توا مش ينقب الارض. لا لا يا سيدي، هذا مفهوم غلط. يمكن ان نفهم معنى ادي الفرض وانقب الارض مفهوم اسلامي، يعني ادي فرضك لله سبحانه وتعالى واخرج انقب الارض، فلحها واحرثها وازرعها واحصدها. كيف مفهوم آخر؟ حج وزمزم وجال البلا متحزم. برشا من الناس يعملوا هكا، بينما حج وزمزم وجال البلا متحزم ببلا من الإيمان، من التقوى، من العفة، متحزم باش يستأصل هذا البلاء، يستأصل هذا الشر. هذا المفهوم. ملا
تقوى الله سبحانه وتعالى ليست في مكان مخصوص، ليست في زمان مخصوص، ليست مع فئة مخصوصة، ليست مع أفراد معينين. التقوى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كل مكان. لماذا؟ لأننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يرانا في كل مكان. أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا أركان الدين الثلاثة اللي هي الإيمان والإسلام والإحسان، والإحسان هو أعلى درجات هذه الأركان. الإحسان عندما سأله جبريل عليه السلام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الطويل اللي تسمى حديث جبريل، واللي سميه السادة المحدثون أم الحديث، كما أن الفاتحة أم القرآن. عندما سأل جبريل عليه السلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، ماذا قال؟ الإحسان ما هوش الإحسان كيف تعطي شوية فلوس الفقير، الإحسان مش كيف تطعم جائع، لا، هيك جزء ضئيل من الإحسان. من الإحسان شنو هو؟ الإحسان أن تصل بعملك إلى درجة قصوى من الإتقان. كل عملك سواء كان عمل ديني تعبدي شعائري أو عمل دنيوي، لأن الإسلام يعتبر العمل الدنيوي عبادة أيضا. ما لسيدي النبي صلى الله عليه وسلم الجاوب إش قال كيف سألوا سيدنا جبريل عليه السلام عن الإحسان؟ قالوا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن الله سبحانه وتعالى أمامه. لكن في الواقع هل يمكن أن يكون ذلك؟ هل يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذا كنا لا نراه فهو سبحانه وتعالى يرانا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، إنه يراك في كل أحوالك، في كل تقلبك، في كل أحوالك الله سبحانه وتعالى مطلع على أسرارك. فكيف لا تتقي؟ لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تخشاه وأن تخافه. هناك أحد العلماء له مجموعة من التلاميذ، لكنه يميل إلى واحد منهم ميلا خاصا ويحبه حبا زائدا عن الآخرين، فعتب عليه بعض الناس وقالوا له لماذا هذا الميز؟ فأراد أن يجيبهم بالواقع بشيء ملموس. ماذا قال لتلاميذه؟ قال لهم أريد منكم أن يذبح كل واحد منكم عصفورا في مكان لا يراه فيه أحد. خلاص الغدوة اللي هذا جايب العصفور متاعه مذبوح. فسألهم بواحدا واحدا أين ذبحت عصفورك؟ قالوا ذبحته في دهليز في بيتنا، وأنت وكل واحد ذبح عصفوره في مكان تصور أنه لا يراه فيه أحد إلا ذلك التلميذ الذي كان الشيخ يميل إليه ميلا خاصا. قال له الشيخ عندما وصل إليه ورأى بين يديه العصفور حي غير مذبوح، لماذا لم تذبح عصفورك يا بني؟ قال يا سيدي
لقد علمتنا في دروسنا أن الله معنا في كل مكان، مطلع على سرنا وعلى نيتنا، فأنا أستطيع أن أطبق شرطك وهو أن أذبح هذا العصفور دون أن يراني أحد، والواحد الأحد يراني ولا تخفى عليه خافية. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. إذن فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كنا. لكن سؤال هنا، هل يستطيع ابن آدم أن يتقي الله حق تقاته؟ أبدا. شخص واحد استطاع ذلك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما نحن فينطبق علينا قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا لابد أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذه هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا سبحانه وتعالى، أن يجعلنا نعمل الخير والشر. لسنا ملائكة، الملائكة ممحضون لفعل الخير، أما نحن معشر البشر فنستطيع أن نفعل الخير ونستطيع أن نفعل الشر، وهذه منتهى المسؤولية. مسؤولية عن عملك، يعني أنت مسؤول، فهناك من سيسألك في يوم من الأيام، في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى. إذا كنا سنفعل السيئات، ما هو الحل؟ أن نتمادى على هذه السيئات وأن نصر عليها؟ أبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عملت سيئة ما تصرش عليها، السيئة هذه إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة. السيئة الكبيرة والذنب الكبير، الحسنة التي تمحه هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كيفاش التوبة هذه؟ التوبة عندها ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى تكون التوبة صحيحة نصوحة وتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول هو أن تقلع عن تلك السيئة فورا، مش أنت تقترف في السيئة ولا في الذنب وتقول يا ربي توب عليا، لا ما يصيرش أبدا. ما لا يجب أن تقلع عن ذلك الذنب فورا، ثم أن تندم أو أن تندم على تلك السيئة. والمؤمن أيها الإخوة الكرام، المؤمن من فرط خوفه من الله حتى عندما يقع في الذنب ويكون الذنب ربما صغيرا جدا ولكنه يشعر كأنه يحمل فوق كتفيه جبال الدنيا، بينما الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى تراه يفعل الفعلة الكبيرة وكأن ذبابة جاءت على أنفه فقال لها هكذا. ما لا إقلاع فوري عن الذنب، ندم عما فات، تتحسر حتى اللي ذكرك بعد التوبة تقول له كفى لا تذكرني. ثم الناس التوبة متاحهم لا ليس فيها ندم، لأنه يقول لك أوه يا حسرة علينا، احنا مش كيفكم، انا حال كنت في شبابي كيفكم انتم رايين نعمل ونعمل، ما لاحظتك مش تايب انت ما لها، لأنك طبت وكبرت وليت شايب مقشش تقترف الذنوب، مش ندم هذية، ما يش توبة ملا،
ثم العزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب أبدا. هذه الشروط الثلاثة تاع التوبة، هذه الذنوب اللي بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. أما إذا كان الذنب بينك وبين المخلوق فعليك أن تزيد شرطا رابعا، وهو إعادة الحق لصاحب الحق. نعم، أعطي حقه تو في الدنيا، الخطر في الآخرة إذا كان خذيته درهم ولا دينار ولا شات ولا أرض ما تلقاش غديك في الآخرة. اش تلقى؟ تلقى هيك الحسنات اللي مش تعطيها لهم، وبعد تقعد انت فارس كيف ما شفنا في الحلقة الفارطة، ويرمى بصاحب هذه التوبة المبتورة في النار والعياذ بالله. ما لابد أن نفهم هذا. هذا بالنسبة للذنوب الكبيرة. بالنسبة للذنوب الصغائر يكفي فيها الاستغفار، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. وهك علاش علمانا يقولون لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. الكبيرة مع الاستغفار والتوبة والندم والإقلاع تمحى، والصغيرة مع الإصرار. قلنا ماذا مثال هذا يعدي شنو ما فيها حد شيء ويصر عليها. صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تصبح كبيرة، والتوبة منها لم تقع لأنه يعتبرها أمر عادي. وهذه هي المصيبة والطامة الكبرى بالنسبة للإنسان اللي يرتكب الذنوب. من الحسنة اللي ماشي تمحو بها السيئة هي التوبة. ربي سبحانه وتعالى في سورة في آخر سورة الفرقان بعد أن ذكر تلك الذنوب التي ترفع عنها عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا. هناك استثناء من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. شكون هذا المستثنى؟ إلا من تاب، إلا من تاب بشروط التوبة اللي شفناها. إلا من تاب وآمن. بماذا آمن؟ آمن بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني حسنا باش يمحو هاك السيئة. ايش سر هذا؟ ايش قال المولى سبحانه وتعالى؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قادر سبحانه لا إله إلا هو أن يبدل سيئاتك حسنات، أو أن يلهمك أن يستخدمك في فعل الخير حتى تكون أو تبدل سيئاتك حسنات. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.